وعن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. هذا ومن المتوقع أن يسود طقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.